الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مقام سيد الأولين والآخرين، حبيبنا وقائد دربنا وشفيعنا في عرصات يوم الدين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصلى الله وسلم على سائر النبيين والمرسلين، ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعلى التابعين وعلى سائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب أجرنا من النار، يا رب اعتق رقابنا في هذا الشهر من النار، يا رب لا تحرمنا فضل ليالي العشر، ولا تحرمنا فضل ليلة القدر. اللهم يا رب ارحم آباءنا وأجدادنا وأسلافنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم فك أسرانا، اللهم أصلح أولادنا وأصلح بناتنا وأصلح نساءنا وأصلح جميع المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر إخوتنا في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم عليك بالصهاينة الملاعين وبجند أمريكا الطغاة الظالمين، وعليك بالمستبدين الظالمين، استأصل شأفتهم يا جبار السماوات والأرضين. والحمد لله رب العالمين. في موضوع التوبة نحن مع الباب الثاني، ونتحدث عن التوبة الفكرية أو الجانب الفكري في التوبة، وهو يتناول موضوعين: النظر إلى نعمة الله تعالى ليلقي الله تعالى على قلبك الحياء منه فترجع إليه، ثم النظر إلى النفس بعد ذلك بالتقصير. نحن الآن نتحدث عن النظر إلى المولى تبارك وتعالى من خلال الآيات الثلاث الأولى التي جعلها الله في الصلاة له. فالحمد لله رب العالمين يذكر فيها الإنسان نعمة الإيجاد والإمداد والتكريم والإرشاد، والرحمن الرحيم يتذكر فيها الإنسان رحمة الله تعالى جزء من مئة جزء أنزله الله يترحم به الخلق أجمعون، ورحمة الرحيم التي تعم سائر المؤمنين على اختلاف أعمالهم. ثم بعد ذلك ملك يوم الدين تأتي هذه الآية حتى لا يغتر الإنسان، ويعرف أن الله تعالى إذا أنعم ورحم فمن منطلق القوة وليس من منطلق الضعف. الله تبارك وتعالى ملك يوم الدين، هنالك يوم يكون فيه الملك الذي لا معقب لحكمه، هو الله سبحانه عز وجل، كل الخلائق بين يديه يأتونه فرادى. ولذلك إذا أردت أن تعود إلى الله تعالى فلن تكفي المحبة والرجاء، ولكن لا بد من الخوف أيضا، الخوف من الله تعالى. والخوف من الله تعالى إنما يتحصل الإنسان عليه انطلاقا من ذكر يوم الدين، يوم الفضيحة، يوم التغابن، يوم تجادل كل نفس عن نفسها، يوم الحاقة، يوم الصاخة، يوم الطامة. إذن فنحن إذا قرأنا القرآن وجدنا القرآن يركز عن الإيمان باليوم الآخر، فأول طريق يؤدي إلى اليوم الآخر هو الموت. وقد تحدثنا بالأمس عن بعض المعاني أو الدروس التربوية انطلاقا من ذكر الموت، ومن جملة تلك الدروس التربوية قصر الأمل، لأن الإنسان الذي لا يعرف متى يموت فعليه أن يعتبر نفسه ميتا، فالموت يأتي فجأة. هذه واحدة. ثم هنالك دروس تربوية أخرى لا أريد أن أطيل فيها، لأنك إذا سألت أيضا أين أموت فأنت تريد أن تموت في مكان يحبه الله، إذن فلا تخرج ولا تقصد إلا الأماكن التي ترضي الله. كيف يمكن وأنت في رمضان أن تذهب إلى الشاطئ؟ إذا مت في الشاطئ مع العراة حتى ولو كنت مصليا، هل ترضى لنفسك أن تموت في مكان يعصى فيه الله؟ هل ترضى لنفسك أن توجد في مكان عياذا بالله تقترف فيه المعاصي ويحارب فيها الله؟ تخيل معي، يأتيك الموت والعياذ بالله في صالة من صالات السينما، وأنت تتفرج على فيلم كله دعارة،
فتحترق السينما حتى ولو كنت مؤمنا. ولذلك تجدون أن الحبيب صلى عليه في الحديث الصحيح يروي لنا قصة الذي قتل 99 واستوفى 100، أن العالم الذي أراد له التوبة اشترط عليه يترك تلك الأرض التي يعمل أهلها بالفساد وليتوجه إلى الأرض الصالح أهلها. فلما توجه علم بالضرورة أنه فعلا قد تاب. الدليل على أنه تاب ترك الأرض التي تكثر فيها المعاصي. إذن فأين تموت؟ الدرس التربوي هو ألا تخرج من بيتك إلا لمكان تطيع فيه الله. فإذا خرجت عياذا بالله وساقتك أقدامك إلى مكان يبارز فيه الله بالمعاصي وجاءك الموت فلا تلومن إلا نفسك. أين أموت؟ إذن اختر لنفسك أين تموت. أخرج دائما إلى مكان يرضي الله. ولذلك إذا وجدت نفسك أنك لن تستطيع أن تتحرك إلى مكان يطاع فيه الله فاعمل بوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله، أو أوصاني رسول الله وقال: أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك والزم بيتك. فإذا كنت تلزم بيتك لكي تقوم بواجبات البيت وعلى الأقل أن تجلس مع أهلك، فجلوسك مع أهلك في البيت يعدل جلوسك في بيت الله وأنت تذكر الله، خير لك من أن تخرج إلى مكان يعصى في الله ثم بعد ذلك قد تفاجأ بالموت فتذهب إلى الله من مكان يبارز فيه الله بالمعاصي. ثم على أي عمل أموت؟ على أي عمل أموت؟ فأنت إذن لابد أن تشغل نفسك أيضاً كدرس تربوي بالعمل الصالح. إذا شرعت في أي عمل فاشرع في العمل الصالح. إذا حدثتك نفسك بأن تقوم بأي عمل فاسد تذكر أن الموت قد يأتيك وأنت منهمك في عمل فيه معصية، فتوقف. ملك يوم الدين، الله يراك، الله يراقبك. إذا غرتك قدرتك وإذا غرتك والعياذ بالله طغيانك أو أمرتك نفسك فاعلم أن قدرة الله من فوقك وأن الله قادر على أن ينتشلك وأن ينتقم منك. وإنما وسع حلمه كل الخلائق وسبقت رحمته غضبه وهو يوسع لك ويتركك. إذن فإذا كنت على أهبة أن تعصي الله فاعلم أن الله تعالى قد يفاجئك أيضا على هذا العمل. ومن مات على عمل سيء ختم له بخاتمة السوء، ومن ختم له بخاتمة السوء حتى ولو كان من الصالحين دخل النار. ولذلك فإن الحبيب صلى الله عليه في الصحيحين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ذكر أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، حتى قال: والذي والله والذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها الجنة فيدخلها، والعكس صحيح. ولذلك إنما الأعمال بالخواتيم ركز عليها رسول الله حينما جاءه الصحابة في غزوة أحد يثنون على رجل يقاتل بشراسة وشجاعة ويبلي البلاء الحسن يسمى قزمان، يقولون: ما رأينا رجلا يبلي البلاء الحسن في قتال الأعداء كقزمان. قال: دعوه فهو في النار. ثم يعودون إليه ويكررون كأنهم لم يقتنعوا: إن رجلا اسمه قزمان يفعل ويفعل، قال: هو من أهل النار. فلما كرر النبي هذا الكلام تبعوه حتى إذا جرح وضع ذؤابة سيفه في بطنه فقتل نفسه. فجاءوا فقالوا: نشهد أنك رسول الله، إن الرجل الذي كنا نثني عليه قتل نفسه. قال: ولذلك أقول لكم إنما الأعمال بالخواتيم. انظر بما يختم لك حينما يفسر المفسرون هذه الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنالك نكتة طيبة استخرجوها: هل بيدنا نحن أن نموت مسلمين؟ هل نحن نستطيع أن نموت مسلمين؟ الله يأمرنا ويقول: لا يموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بنون التأكيد الله يؤكد عليك على أن تموت مسلما، كأن الموت على الإسلام بيدك. وحقيقة أن الموت على الإسلام وعلى غير الإسلام ليس بيدنا، فقلوبنا بيد الله، لكن الله جعلها بيدك. حتى قال المفسرون: نعم تستطيع أن تموت مسلما إذا عشت على الإسلام، فمن عاش على فعل الخيرات مات عليها وبعث عليها، ومن عاش على المعاصي ختم له بالمعاصي.
إذن إذا أردت أن تموت مسلما فعش الإسلام في حياتك، في فكرك، في عواطفك، في سلوكك، في أعمالك، في حركتك، في أخلاقك، في كل شيء، فإن الله لا يضيع أبدا أجرك. إذا كنت ممن يعمل للإسلام ويعيش الإسلام فلا بد أن تموت في الإسلام وعلى الإسلام. إذن هذه دروس كثيرة يمكن للإنسان أن يستفيد منها وهو يتحدث عن الموت. الموت حينما تخرج الروح، يا الله، كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا كان في انقطاع من الآخرة، كان انقطاعا من الدنيا، أو كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه فجلست على مد بصره، صارت تعالج الروح حتى إذا بلغت الحلقوم استلها ملك الموت بعد أن رأى منزلته من الجنة، ففرح بلقاء الله، فرح الله بلقائه، وخرجت روحه كما تنزل القطرة من السقاء، فلم تتركها الملائكة بيد ملك الموت برهة حتى يضعونها في ذلك الكفن الذي تنزل به ملائكة الرحمة، وتطيب بطيب من الجنة ينزل بها الملائكة، ثم يشيعها الملائكة يصعدون بها السماوات حتى إذا بلغوا باب السماء الأولى استفتحوا، قيل: من وما هذه الروح الطيبة التي خرجت من هذا الجسد الطيب؟ فتفتح له ويذكر بأحب أسمائه، وتستقبله ملائكة السماء الأولى فيشيعه من سماء الأولى مقرب الملائكة، ثم يرتفعون إلى السماء الثانية فيفعلون كذلك، وفي كل سماء تفتح له الباب هذه الروح الطيبة التي عاشت مطيعة لله، عاشت للإسلام، عاشت تحب الله ورسوله، عاشت تعود إلى الله في كل لحظة. وإذا بكل سماء يشيعها المقربون من الملائكة حتى تصعد فوق السماوات الأولى ويستقبلها الله ويقول: روح عبدي فلان حقت كلمتي أني خلقتها منها، خلقتهم منها، وفيها يعودون ومنها يخرجون، ويؤتى بها إلى الأرض ثم يحمل على الأكتاف، فتصرخ صراخا يقول الحبيب صلى الله عليه، يسمعه كل الخلائق إلا الثقلان، فتقول: أسرعوا بي، أسرعوا بي، لما ترى من الكرامة التي وعدت بها، وأنها ستؤول إلى رحمة واسعة وستستريح من نصب الدنيا، فتقول: أسرعوا بي، أسرعوا بي. وإذا وضعت تحت الثرى يأتي إليه ملكان فيقعدان حتى يسمع قرع نعال هؤلاء المشيعين، فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الذي بعث فيكم؟ فيجيب إجابات مثبتة من قبل الله تعالى، يجيب إجابة طيبة فيقال له: نم نومة العروس لا تضام. ثم تفتح له أبو أو ثم يفسح له في قبره مد البصر كما ورد في الحديث، وتفتح له من الجنة ثقبا يأتيه من ريحها وروحها، حتى يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لما يرى من الكرامة التي سيحل فيها حينما ينتقل إلى اليوم الآخر. وأما العبد الكافر الفاسق العاصي الغافل، إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، نزلت عليه ملائكة سود الوجوه، معهم مسوح، ومعهم عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، ريح منتنة، فتعالج هذه الروح حتى تصل إلى الحلقوم، فيقال له: ذلك مكانك في الجنة لو أنك طعت الله، وانظر إلى مكانك في النار استبدلته بمعصيتك في الدنيا. فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه، فتتعصى أو فيستحيل أو تستعصي هذه الروح أن تغادر هذا الجسد. وإذا بالملائكة يقول: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم، والعياذ بالله، تستكبرون فلا تريد أن تخرج، فتنزع نزعا شديدا حتى ما يبقى عرق إلا ويصيبه الألم الشديد من النزع الأخير، حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالسفوت إذا وضع في الصوف المبلول، وهكذا تخرج، فيضعها ملك الموت في يده، فلا تتركها ملائكة العذاب التي جاءت لكي تأخذه برهة حتى يضعونها في المسوح، ثم يرتفعون بها إلى السماء الأولى فيستفتحون، فيقول: من هذه الروح الخبيثة التي خرجت من هذا الجسد الخبيث؟ فيقال: فلان بن فلان بأقبح أسمائه، وأول عذاب يعذب، لا تفتح لهم أبواب السماء. وقرأ قوله تعالى: قرأ الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما لم تفتح لهم أبواب السماء: لا تفتح لهم أبواب السماء،
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أتدرون أي عذاب وأول عذاب يعذب به هذا العبد حينما تخرج الروح من الجسد؟ إن الملائكة تلقيها من السماء الدنيا، تلقى هكذا من السماء الدنيا. فقرأ قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وهكذا تأتي إلى صدره ثم يحمل عياذا بالله على الأكتاف فيقول: أبطئوا أبطئوا، يسمعه كل الخلق إلا الثقلان. ثم يوارى التراب ويؤتى بالملكين، أو يأتي الملكان فيقعدانه، وهو الآخر يسمع قرع آخر المشيعين، ثم يقولان لهم: ما ربك؟ ما دينك؟ من هو الذي بعث فيكم؟ فيقول: لا أدري لا أدري. فيضرب بمرزبة حتى يصل إلى باطن الأرض، فتقوم الأرض بضمه ضمة حتى تختلف أضلاعه، وهنالك يضيق عليه في قبره، وتفتح له من أبواب النيران ما يأتيه من سمومها وحرها، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. يا الله، كما أنت مطالب بذكر الموت، خروجك من هذه الدار إلى عالم آخر يسمى البرزخ، اذكر أيضا القبر. فمن أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكر القبر وجده حفرة من حفر النار. فالقبر كما ورد عن الحبيب صلوا على الحبيب، إما هو روضة من رياض الجنة، وإما هو حفرة من حفر النار. لا تغترن بقرب المقابر ورؤيتها على حالة واحدة وعلى شاكلة واحدة، شتان شتان. الفرق شاسع بين رجل يلحد ورجل يلحد بجواره، فأحدهما منعم والآخر معذب. حتى سأل بعضهم: ألا يتأذى المنعم من هذا المعذب وهو بجواره؟ قال الإمام ابن القيم رضي الله عنه: أرأيت أن رجلين ينامان في فراش واحد، أحدهما يرى رؤيا أنه يتفسح في جنان مليء بالأشجار وأنواع الثمار ويشم رائحة الأزهار ومعه فتيات والآخر بجانبه يرى في الرؤيا أنه يضرب بمقامع من حديد، وهما ينامان جنبا إلى جنب. أترى المعذب يستشعر نعمة المنعم أو يستشعر المنعم عذاب المعذب؟ لا. فكذلك في القبر في البرزخ، قد تجد وليا من أولياء الله في روضة من رياض الجنة، وتجد أحدهما أو جار من جيرانه يعذب بمقامع من حديد كما ورد عن رسول الله، فهذا لا يستشعر عذاب الآخر، والمعذب لا يستشعر النعيم الذي يعيش فيه الآخر. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا ذكرت الجنة أو النار لا يبكي، وإذا ذكر القبر بكى بكاء حتى اخضلت لحيته. فلما راقب الصحابة هذا التصرف قيل له: سبحان الله يا أمير المؤمنين، تذكر لك الجنة والنار ولا تبكي، فإذا ذكر القبر بكيت؟ قال: لأنني سمعت من خليلي رسول الله صلى عليه يخبرنا أن أول منازل الجنة القبر، فمن نجح وأفلح فيها فبعده يكون أيسر وأطيب وأبرك، ومن فشل وعذب فبعده أنكى وأخزى. الله الله الله. القبر هو الدار التي نبنيها بأعمالنا هنا. كم تشقى من أجل أن تبني بيتاً وتقول لمن يبني لك البيت: ابنه على أسس سليمة، ثم أدخل إليه الماء، ثم أدخل إليه الكهرباء، ثم زين جدرانه بطلاء جميل، ثم كان الأولى كما تهتم ببيتك هنا اهتم بالبيت الذي ستتحول إليه، ستتحول إلى دارك. دارك إن ماءها هو الخيرات التي تقوم بها، إن كهرباءها هي الحسنات التي تقترفها، أما الظلمة، أما المعيشة الضنك، هي العصيان، هي الغفلة، هي الغفلة عن الله، هي عدم العودة إلى الله، هي الغفلة عن رب العالمين. سيدنا محمد بن هارون حينما توفي جاءه ملك الموت وقد رآه أحد إخوانه في الرؤيا، قال له: ما صنعت مع الملك حينما جاءك يسألك؟ قال: جاءني الملكان فأقعداني وقال لي: من ربك؟
قلت لهم 60 سنة وأنا في المسجد أدرس الناس وأعظهم عن القبر وعن نعيمه وعذابه، وجئت تسألني أنا يا 60 سنة وأنا أذكر الناس وأخوفهم وأرهبهم من خطر الإقبال على قبر يكون حفرة من حفر النار بسبب الغفلة، وجئت تسألني الآن؟ فنظر الملك إلى صاحبه فقال لقد لقن حجته، فارتفع إلى الله. لقن حجته، أكثر من ذكر القبر، أكثر من ذكر القبر، فإن في القبر وحشة لا يطردها إلا الإيمان. ليس في القبر وسائد ولا فراش وتير، ليس في القبر زوجة تحتضنها ولا ولد تأتنس به. حينما توارى التراب يناديك ربك عبدي، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. نسيتني، تركتك زوجتك وأولادك ومالك وعيالك وأرصدتك وأرضك، كل شيء، خرجت لا يستر سوءتك إلا ثوب. فيخرج الغني من قصور من القصور، ويخرج الفقير من أكواخ كالقبور، كلاهما يخرجان بنفس الثوب، فلا فرق بين هذا ولا هذا. يموت صاحب النياشين فيقول جنازة رجل، ويموت المغمور نسبا المحتقر الضعيف يقول جنازة رجل. فسبحان من سوى قبل الآخرة بين الخلائق. أين النياشين؟ أين المناصب؟ أين الدنيا؟ سبحانك ربي سبحانك، تجلت عدالتك في الدنيا بين البشر قبل القيامة. إنك جعلت ذلك اليوم الذي يخرج فيه الناس من الدنيا، يخرجون كما ولدتهم أمهاتهم عرايا، خرجوا من بطون الأمهات عرايا، ويخرجون الآن من الدنيا عرايا، وسيحشرون عرايا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وقد خلقناكم هكذا بدون ثوب يستر سوآتكم، وتخرجون من الدنيا دون ثوب يستر سوآتكم، وتروحون إلى ربكم دون ثوب يستر سوآتكم إلا ما قدمت أيديكم. سبحانك ربي سبحانك. واذكر القبر، فإن للقبر نعيما يفرح المؤمن فرحا عظيما حينما يكون هناك، وفي القبر عذابا يصيب الإنسان فيحترق ويعذب. وإن أغلب عذاب أمة رسول الله عذاب القبر، وأغلب من يعذب من الأمة إنما ينهي عذابه في القبر. ولو كان لي من الوقت لحدثتكم عن كثير من الأسباب التي تؤدي إلى القبر، ولكن افهموا عني هذه، وضعوا 1000 خط تحتها. إن أية معصية يداوم عليها الإنسان ولم يتب بها، أعقل عليها، أيما معصية تداوم عليها ومت ولم تتب منها إلا وكان لها نوع من العذاب يسلط عليه. فمثلا هذا الذي يصلي ولكن لا يصلي في الوقت، لقد رأى رسول الله كيف يعذبون في القبر. رأى رجالا ترضخ رؤوسهم بالحجارة، كلما رضخت عادت كما كان، فهي ترضخ إلى يوم تقوم الساعة. قال من هؤلاء يا جبريل الذين تكسر رؤوسهم بالحجارة؟ قال هؤلاء المتثاقلة رؤوسهم عن الصلاة، يسمعون الله أكبر عند صلاة الفجر فتتثاقل رؤوسهم ولا يستجيبون لنا. أينكم يا مسلمون من صلاة الصبح؟ أيراد لك أن تكسر رأسك يوما حينما يموت الإنسان؟ وهذا عذاب البرزخ، هذا العذاب الذي سماه الله في القرآن العذاب دون العذاب دون العذاب، كما قال تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، سيذوقون العذاب الأدنى ويوم القيامة يردون إلى. ما معنى العذاب الأدنى؟ قال المفسرون العذاب الأدنى الذي يعذب به آل فرعون هو عذاب القبر في البرزخ، وسيردون إلى عذاب أليم هو عذاب يوم القيامة. هذه الآية دليل عند علمائنا التي تشير إلى عذاب القبر. إذن هؤلاء المتثاقلة رؤوسهم رأيتهم كيف يتعذبون. مر الحبيب، صلوا على الحبيب، وهو يمتطي صهوة بغل، وإذا بالبغل يصاب برجفة. حينما مر على قبرين حديثين قال لمن القبرين؟ قال لفلان وفلان.
قال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يريكم عذاب القبر. لولا تدافنوا، أي لو أني سألت الله أن يريكم عذاب القبر وبشاعته لسئمتم ولرفضتم أن تدفنوا بعضكم البعض. إن هؤلاء يعذبان. لقد أراني الله تعالى أن الصحابيين يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم استدرك فقال: بل كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، كان يفرق بين الأحبة، كان والعياذ بالله ساعي البريد للشيطان، يفرق رسائل البغضاء، يريد أن يجد للبراء العيب، يشق الصف من الداخل، معول يهدم صف الأمة من الداخل، ولا يدخل الجملة نمام. وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وتحتمل المعنيين. المعنى الأول أنه إذا تبول كان لا يحترز من البول، يتبول فيصيبه رضاض البول لأنه لا يأخذ الاحتياط، أو لا يستنزه، أي لا يست يعني الحديث لا يستتر، أي كان يتبول والناس ينظرون إليه عياذا بالله. هذا من عذاب القبر. جاءوا إلى ابن عباس حينما حفروا القبر لرجل، وكلما حفروا القبر وجدوا فيه ثعبانا شجاعا أقرع له زبيبتان، فقالوا: يا ابن عم رسول الله، لقد احترنا، أين ندفن هذا؟ حفرنا الحفرة الأولى فوجدنا الثعبان، وحفرنا الحفرة الثانية فوجدناه نفسه، والثالثة وجدناه نفسه، أين ندفنه؟ قال: أذهب معكم. قال: احفروا. فحفروا وإذا بالثعبان هو. قال: ادفنوه في أول قبر حفرتموه. فأعادوه إلى القبر الأول حتى إذا وضع في قبره انسل الثعبان وأخذ بفمه، ثم تلوى حوله وصار يعذبه والناس ينظرون. فلما وري التراب عادوا إلى زوجته فقالوا لها: يا أمة الله، لقد دفنا زوجك ورأينا أمرا عجبا، أتستطيع أن تخبريننا عن حال زوجك في الدنيا؟ ألم يكن يصلي؟ قالت: بلى. ألم يكن ألم؟ قالت: بلى. قالت: لكن خصلة كانت فيه كنت دائما أنهاه عنه، لكن مات ولم يتب منها. قيل: وما هي؟ قال: كان يبيع الحب للناس، وكان يأخذ من كل كيس قدرا من الحب لنفسه وأولاده، ويضع مكانه رملة، إذا أخذ 5 كيلوغرام من الكيس من الحب عوضها ب5 كيلوغرام من الرمل. قال: ذاك هو عذابه في القبر. خائن الأمانة، خائن الأمانة. أما الذي يخون من الغنيمة فقد قال رسول الله: والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها لتشتعل عليه في قبره نارا. اشتعلت عليه في القبر نارا، أحرق بالنار في القبر، أحرق بالنار في القبر. رأى رسول الله أقواما يسبحون في ويدان من القيح والدماء، وكلما حاولوا الخروج ألقمتهم الملائكة حتى عادوا إلى الوسط. من يا جبريل؟ أكلة الربا من أمتك، لن تريس، لن تريس. أما إذا قامت القيامة حشروا والعياذ بالله وبطونهم كالديار، كلما حاولوا القيام كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. رأى رسول الله أقواما يدخلون النار وتخرج من أدبارهم، قال: أولئك أكلة أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. رأى رسول الله أقواما لهم أظفار كالنحاس يخمشون وجوههم ويأكلونها، ويخمشون لحوم أطرافهم ويأكلونها، ويخمشون لحوم الموتى ويأكلونها، في 3 صور منفرة. من؟ قال: أكلة لحوم البشر، المغتابون، المغتابون الذين جعلوا الغيبة فاكهة المجلس. يا الله. ورأى الحبيب، صلوا على الحبيب، أقواما يتركون اللحم الطيب النضيج
ويذهبون إلى اللحم النيء الخبيث ويأكلون اللحم الخبيث. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هذه المرأة من أمتك والرجل من أمتك، يترك زوجته الحلال وتترك زوجها الحلال، وتبيت في فراش حرام ويبيت في فراش امرأة حرام. إنهم الزنات يعذبون في قبورهم بهذا العذب، يأكلون اللحم النيء الخبيث كله كما كنت تستبيحه في الدنيا. تركت الطيب ورحت تأكل اللحم الحرام وتنهشه كله الآن، كله الآن يا الله. وأما المرأة التي والعياذ بالله تخرج بشعرها تظهر مفاتنها، فعذابها في القبر تعلق في شعرها إلى يوم القيامة. عذابها في القبر أن تعلق بشعرها حتى تقوم الساعة يا الله. وأما المرأة التي تطلب من زوجها أكثر من طاقته وتقول إنك لم تفعل كما فعل جارك، إنك أضعتنا، وتحمله ما لا يحتمل، فيلجأ إلى القروث وتثقل كاهلة. هذه إذا دفنت في قبرها حول الله رأسها رأس خنزير. الله 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 الله. ولذلك يا أحباب رسول الله، قل لي أي ذنب يذنبه العبد فيموت عليه إلا وقلت لك له نوع من العذاب في البرزخ ليس كعذاب من أذنب ذنبا آخر. كل ذنب إلا وله نوع من العذاب. ولو استطردت أتحدث عن أنواع العذاب لما انتهيت، فلقد رأى رسول الله أقواما عياذا بالله، يا رب نسألك العفو والعافية، يشرشر أشداقهم من هنا إلى شحمة الأذن، فهم يشرشرون الأشداق إلى أن تقوم الساعة. قال من؟ قال هؤلاء يكذبون الكذبة فتبلغ الآفاق، رجال الإعلام الذين يكذبون عبر الصحف وعبر القنوات فتصل كذبتهم العالم. هذا الفم الذي يكذب الكذبة فتنتشر ينبغي أن يشرشر وأن يقطع هكذا في قبره إلى أن تقوم الساعة. رأى رسول الله أقواما تقرض شفاههم بالمقاريض، قولوا اللهم سلم سلم يا رب سلم. أقوام تقرض شفاههم بالمقاريض، قلت من يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة الذين يقولون ما لا يفعلون. الله يا الله، أسألك العفو والعافية يا الله يا الله، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، أقسم بالذي فطر السماوات والأرض، لولا أن الكراسي في المسجد فارغة ما تحدثت كلمة واحدة، لكن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأن كل كلمة تنطق بها إلا وأنت مسؤول بها بين يدي رب العالمين، ما كنت تريد بها واجعل الله، أم كنت عياذا بالله تريد شيئا آخر؟ سلم يا رب سلم سلم. رأى رسول الله أقواما والعياذ بالله أن الثور يخرج من تنور، تنور واسع في الأسفل وضيق كفم الزجاجة في الأفق، فيخرج فلما يريد أن يعود لا يستطيع أن يعود، فيتعذب إلى أن تقوم الساعة. قال من؟ قال الرجل من أمتك، تخرج منه الكلمة فيندم عليها ويريد أن يعيدها وأن يستعتب فلا يستطيع. ولذلك قال رسول الله إياكم وما يعتذر منه، إياكم وما يعتذر منه. لا تدفع نفسك لتقول كلمة تريد أن تردها وتعتذر فلا تستطيع، لأن الكلمة تملكها متى لم تخرج من فمك، فإذا خرجت ملكتك. وإن سهام جراح السهام لها شفاء مع دوام الأيام، أما جراح اللسان فلا دواء له. إن جراحات الألسن التي تلدغ الأعراض لا شفاء لها، فإن العبد قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، ترفعه أعلى عليين في جنات الفردوس، وإن العبد قد ينطق بكلمة سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خريفا في جهنم. لسانك لسانك لسانك، أفعى ما شيء في الجسد أحوج إلى سجن طويل من لسانك. فمن استطاع أن يتحكم في هذا العضو ويذهب به بعيدا في طاعة الله هو الرجل حقا. ماذا أقول عن عذاب القبر؟ ماذا أقول عن المعذب في القبر بسبب عقوقه لوالديه؟
يا الله، ماذا أقول عن النوع العذاب الذي يعذب به صاحب القبر قاطع الرحم؟ ماذا أقول للمسلم الذي يموت مسلما وكان يخترق حرمة رمضان ويأكل متعمدا؟ كيف يكون عذابه؟ إن رسولنا الأكرم صلى الله عليه تحدث عن المعذبين في القبر في البرزخ عن مانع الزكاة، ونحن على عتبة إخراج زكاة الفطر، وكثير من المسلمين يغتنمون أيام رمضان والعشر منها لإخراج زكاة أموالهم لما في هذه الأيام من فضل. يا الله، قال رسول الله أن العبد الذي لا يخرج زكاته أو زكاة ماله يمثل له في قبره، في قبره شجاعا أقرع، فيأخذه بلهزمتيه فيقول: أنا مالك، أنا مالك، أنا كنزك، حتى تقوم الساعة، فإن شاء ربك غفر وإن شاء عذب. فقرأ قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون، سيطوقه ثعبان. المال يصور له ويمثل له ثعبانا، أما يوم القيامة لكم تعرفوا ماذا يمثل له؟ يمثل له سبائك من حديد يحمى بها في نار جهنم فتكوى بها جباه، أما في القبر فيتحول إلى ثعبان يعذب به. الثعبان يلدغ، لأن الفلوس يلدغوا، لهم لدغات تلدغ القلب، ولأنها تسيطر على القلب، فلأن يلدغه الثعبان أهون من أن يخرج الدرهم، فيقول: لا، استصعبت أن تخرج الدرهم وجاءك إخراج الدرهم أصعب من لدغة الثعبان، فستجرب لدغة الثعبان في العقرب، وقارن بين لدغة الثعبان وبين إخراج الدرهم، أيهما أشد على النفس؟ يا الله. أما نعيم القبر فكل طاعة من الطاعات المباركة إلا ولها نور في القبر. إذا أردت أن تنور أكثر الحسنات، إذا أردت أن توسع الدار أكثر الحسنات، إذا أردت النوم المرتاح حملي توقي الدار ديالك تعدلها، خصك دير ناموسية مزيانة زيد الفلوس، خصك دير الضو مزيان زيد، غير في البريز، غير في البريز، كاين البريز نتاع الفرنك وكاين تاع 10000، دير أنت اللي بغيت، أنت كيما بغيت دير الدار ديالك، أنت الدار ديالك أنا تبغي تنفق عليها لكي تبدو في أحسن حلة، وكذلك دارك هناك في البرزخ أنت من يقرر حجمها وسعتها وعرضها وطولها وطلاءها وأسرتها وكراسيها وفراشها ونورها ومائها، فكل عمل صالح هو زيادة في تجميل الدار. ولذلك حينما يوضع المؤمن في القبر، اسمع إلى قول الحبيب صلي على الحبيب، الجالس معنا وجب عليه أن يطيب المجلس بطيب الصلاة على الحبيب، صلاة أقوى. إذا وضع المؤمن في قبره، يا الله، جاءه الملكان يمخوران بأنيابهما الأرض فيجلسانه، فيقول الملك لصاحبه: ائته من قبل قدميه. فيقول له: لا قبل لك من هذه الجهة. فلطالما غبر قدميه في طاعته، يقوم في الفجر فيذهب إلى المسجد، وفي الظهر إلى المسجد، وفي العصر إلى المسجد، وفي المغرب إلى المسجد، وفي الصبح إلى المسجد، وإلى الرحم يصلها، وإلى الخيرات، وإلى قضاء حوائج الناس. أقدامه غبرها في الدنيا بطاعة الله، أنوار الأقدام تظهر، فلا سلطان لكما عليه من هذا الباب. صف، الله أكبر. صف، اسكت يا سي بن يوسف، الله يرحمك، الله يحفظك. شوف، انظر، لا إله إلا الله،
إذا لا سلطان لكما عليه من هذا الباب. الرجلين أخويا، واحدة من العائلة دارت قصيدة عندها 70 عام وداوها للفرابع علقوا لها الرجلين. أقربت عندها بقت تبكي، قلت لها مالكي؟ قالت لي كان يردي ربي رجليا نبقى نوصل أحبابي. والله لا عرفت علاش ربي هرس لي رجليا، عمره ما مشيت عند الناس. الله، يجي رمضان يفوت رمضان ويجي العيد وانت متقاطع مع اخوك واختك ومع عمك ومع عمتك ومع نسيبك ونسيبتك ومع خالك وخالتك ومع اختك وبنت اخوك وبنت اختك ومع ولد عمت خالت لالاين عم لا رجليك. فيقول اذهب الى وسطه من جهة القلب، فيقول لا قبل لكما عليه من هذا الباب، فإن قلبه مليء برائحة الصيام. صيام صوم القلب يصوم عن الدنايا. إذا صام القلب فالقلب الصائم لا يلتفت إلا إلى الله. الله يريد صيام القلب. ما معنى صيام القلب؟ ما يديرش الحرام، ما يفكرش في الحرام، لا تجول فيه خواطر الحرام ولا هواجس الحرام. أخلص القلب لله، لا قبل لك من هذه الناحية. الأنوار المنبعثة من قلبه تتركك الآن تنتقل إلى الرأس، ائته من رأسه. قال لا قبل لكم لهذا العبد من رأسه، ففي رأسه القرآن. الله، في رأسه القرآن. ولذلك الصيام والقرآن هو رمضان. الخير كامل جمعه الله تعالى للعبد في رمضان باش يدفع له في القبر الملائكة، لأن رجليك تمشي للجامعة تدير التراويح، ولأن قلبك فيه الصيام، ولأن راسك فيه القرآن. فأنت في رمضان تستجمع كل الوسائل التي تحاج الملائكة في القبر عنك، فتقول لك نم نومة العروس لا تضام. وفي رواية أن العبد المؤمن إذا وضع في قبره، انظروا إلى هذه، هذا العيد بالنسبة للمسلم في القبر، عيد. فيفتح عينيه فيجد وجها صبوحا بحذائه، يقول ما هذا الوجه الطيب؟ أنا كنت أعتقد أنني سأكون وحدي في القبر، وإذا بي أجد من يؤنسني في القبر ويؤنسني هذا الوجه الطيب، من تكون أيها الوجه الصبوح؟ قال أبشر بأفضل يوم منذ ولدتك أمك، أنا عملك الصالح. أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا قرآنك، أنا ذكرك، أنا برك بالوالدين، أنا صلة الرحم، أنا صدقك، أنا إخلاصك، أنا صبرك، أنا دعوتك، أنا أمرك بالمعروف، أنا نهيك عن المنكر، أنا بكاؤك، أنا سماعك للخير، أنا جلوسك في المسجد، أنا أنا أنا. فلا تلتفت، نحن ندافع عنك. والعكس صحيح. أما الفاجر فإذا استيقظ وجد وجها قبيحا فيقول أنا كنت أعتقد أنني أكون وحيدا، ما هذا الوجه القبيح الذي زاد الحزن إلى حزني والبؤس إلى بؤسي؟ قال أبشر بأسوأ يوم مذ ولدتك أمك، أنا عملك القبيح، أنا عملك القبيح، أبشر بأسوأ ما كنت توعد، أنا عملك القبيح، أنا عملك القبيح. هكذا إذن عليك أن تذكر القبر لكي تعود إلى ربك وتتوب. فملك يوم الدين يبدأ من الموت ثم يروح بك إلى القبر فتنام ما شاء الله. وحينما يأذن الله لإسرافيل، وإسرافيل هو المأمور بالنفخ في الصور، وإن النبي لم يرى 3 أيام مبتسما، فقال الصحابة له بأبي وأمي ونفسي لك الفداء يا رسول الله، رأيناك أيام متتالية ما رأينا أسنانك، ما هذه المسحة من الحزن التي تعلو وجهك الشريف؟ قال كيف أفرح وإسرافيل قد التقم الصور، ثم شخص بعينيه إلى السماء ينتظر أمر الملك بالنفخ في الصور. قالوا وحزناه، فماذا نقول إذا كان حالك هكذا؟ فماذا نقول ناح؟
قال قولوا الله ربنا الله، قولوا ما شاء الله ربنا الله. إذا كان ملك الموت منذ بعثة النبي وقد وضع الصورة في الفم وعيناه شاخصتان إلى السماء، معناه هذه مش علامة 15 القرن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحسس بقرب إعطاء الأمر لإسرافيل لنفخ الصور. والصور تعرف اسمه الصور، هو بوق له دارتان، والدار الواحدة عرضها السماوات والأرض. إذا نفخ في الصور في المرة الأولى هي نفخة، وتسمى نفخة نفخة كان يقولوا زوج وثلاثة، إلا درتوا ثلاثة النفخة الأولى هي نفخة، أيوة نفخة الزلزلة، الزلزلة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لا إله إلا الله، الله الله. وانظر إلى هذا التعبير المعجز، يوم ترونها تذهل كل مرضعة، ولم يقل مرضع لأن المرضع هي التي ترضع، لماذا زاد التاء المربوطة للمرضعة فقال مرضعة؟ لماذا؟ أي إعجاز بياني. كان على حسب نحن يقول يوم ترونها تذهل كل مرضع عما أرضعت لأنها مرضعة، لكن مرضعة لماذا؟ لأن المرضعة تسمى مرضع إذا كانت ترضع الولد زين، وحتى الولد لكان لكان نعس بوحده فهي مرضع. أما مرضعة في حالة الإرضاع المرضع تسمى مرضع. ما معنى مرضع؟ راه ترضع فيها الحليب، راه ترضع أخرى ترضع وضرب ولا بلاتي ولا بعد غدا ولدها راه في المهد وهي مرضع. ما معنى مرضع؟ أنها ترضع. أما المرضعة هي حالة الإرضاع، مرضعة حينما يكون الصبي في صدرها ملتصق بثديها. إذن الله تعالى قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة، أي في حالة الحنو الأكبر، حنو الأم على ولدها وهو في صدره فتقلبه. ما بقت حنان، يذهل كل مخلوق. زلزال ديال الارض الى جاء يهرب الولد بباه وتهرب المين وتخلي ولدها. ولا مقارنه بين زلزال تسونامي وبين زلزله الارض حينما ينفخ في الصور. ها تعرف تعرف قالنا سيد النبي نهار الزلزاله، نهار الزلزاله يخرج الناس الى السوق يتبايعون. انا غير بغيت نقرب لكم شويه وصافي، ما هادشي ما يكفيش هادشي. انا غير بغيت نقول لك شي حاجه، لعل وعسى تعرف ربك وتولي له. انا غير نقول لك شكون هالملك اللي خلقك ونعم عليك ورحمك ولا ما بغيتش تولي وهو اسمه هكا. شوف يا سيدي شوف، يذهب الناس الى السوق فيتفق الرجل المشتري مع البائع، شري عليه معزه ولا نعجه ولا زرع ولا بطاطا ولا، فيتفقان على الثمن، فيخرج الرجل من جيبه الثمن ويمد البائع اليد ليقبض الثمن، فيصادف بهذه الحركة إخراج المال وتحريك يد الآخذ ويد المعطي، فتصادف نفخة الصور فيشهقون إلى السماء 40 يوما، وتظل يد المعطي هكذا ويد الآخذ هكذا والمال في اليد 40 يوما. 40 يوما، 40 يوما فزع، 40 يوما. ولد داي الكاس الماء وبغى يشرب بقى هاك 40 يوما.
واللي ادى الكاس تاع الخمر واللي مشى يزني في ذيك الوقيته تاع الحرام 40 يوم هو وياها قال على الكسوه 40 يوم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس كل الناس سكارى وما هم بسكارى ما شربوش الشراب ما شربوش الشراب هذه ماشي سكارى تاع الشراب وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عذاب الله شديد عذاب الله شديد لا إله إلا الله محمد رسول الله فيظلون كذلك حتى يأذن الله تعالى لإسرافيل لينفخ النفخة الثانية وهي نفخة ما اسمها الموت الموت الفزع فيموت كل الخلائق سماء كلها جبال ينسفها ربي فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا نجوم انكدرت وانفرط نظام عقدها الله 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 بحار سجرت اشتعلت نيرانا البحار تشتعل نيرانا نيران لا إله إلا الله كون كله ينصهر لأن كلمة الله اقتضت أن كل شيء فان وهالك إلا وجه الله إذا الشمس انفطرت ولا إذا السماء انفطرت إذا الكواكب انتثرت إذا الشمس كورت إذا النجوم انكدرت إذا الجبال سجرت إذا العشار عطرت إذا الوحوش حشرت إذا البحار سجرت إذا النفوس زوجت إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا الصحف نشرت إذا السماء كشطت إذا الجحيم سعرت إذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت يموت يصعق كلهم إلا واحد لا يصعق هو موسى عليه السلام لأن الله تعالى حينما قال موسى لربه أرني كيف أرني أنظر إليك قال لن تراني فلما تجلى ربه جعله دكا وخر موسى صعقا فكانت هذه بتلك قال رسول الله أفيق بالصعقة ويجد سيدنا موسى ما صعقش كان فايق قال فلا أدري سيدنا بشر التواضع فلا أدري إن كان الله تعالى أنجاه من الصعق مقابل الصعقة التي صعق بها في الدنيا سيدنا ببعض التواضع عليه الصلاة والسلام يا الله فيموت الناس ويموت الدواب ويموت كل الخلق يموت كل الخلق ولا يبقى إلا أربعة يبقى الأربعة الكبار فيجمعهم الله الأربعة فيقول الله لملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح يا ملك الموت من بقي من ملكي أو من بقي من خلقي لم يذق الموت قل يا رب أنت الحي الذي لا يموت وبقي عبادك جبريل وميكائيل وإسرافيل أيوة وبقي عبيدك الضعيف الخاضع لجلالك ملك الموت كشن البال من يبقوا يتكلموا مع صدر ربي كي يولي جبريل عنده 600 جناح كي يولي الشن البالي معنى الشن البالي بحال هذاك المزود المزود القديم المرمي مذبال ذبولا من شدة خوفه بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منين طلعت انا وجبريل وصلنا لسدرة المنتهى فتجلت انوار الحق قال فنظرت الى جبريل فوجدته كالشن البالي من مخافة الجبار الله غيب نادمك حال الراس اللي ما بغاش يولي خوان كذاب سراق ومنين تقول له يقول لك رحمه ربي واسعه وين رحمه ربي واسعه ولكن طلبها ثمنها تديها غير هكذا
غرك إبليس، غرك إبليس، أعطي الثمن. فيقول الله لملك الموت: اقبض روح جبريل وميكائيل وإسرافيل. فيقبض ملك الموت أرواح الثلاثة الكبار، فيصرخون صرخات: لو وجد أحد في الكون لصعق. ذاقوا الموت سيدي جبريل عليه السلام، سيدي ميكائيل عليه السلام، سيدي إسرافيل عليه السلام. خيرة من ذكر ربه وعرف قدر مولاه. من بقي يا ملك الموت؟ أنت الباقي، الأول لا شيء قبلك، الآخر لا شيء بعدك، الظاهر لا شيء فوقك، الباطل لا شيء دونك. وبقي عبيدك الخاضع لجلالك ملك الموت. روايتان، رواية يقول له اقبض روحك بنفسك، ورواية الله يتولى قبض روحه، فيذهب إلى مكان، في رواية حديث أبي هريرة، فيستل روحه ويصرخ صراخا يقول: إيه لو كنت أعلم أن للموت كل هذه السكرات لكنت عند قبض أرواح المؤمنين رفيق. لو كنت أعلم أن للموت كل هذه السكرات لكنت عند قبض أرواح المؤمنين رفيق. يقولوا، قال يقولوا غير استنسوا بهجي، صحيح ولا غير استنسوا به. المهم اللي تعرفه هو أن ملك الموت روح حتى هو. منين يموت الأخير اللي أمر بقبض الأرواح؟ منين تكمل المهمة نتاعو يقبض الأرواح نتاع كل شيء تبقى غير الروح ديالو حتى هو يروح. فيخاطب ربك الدنيا الدنية، ما فيها لا سماء ولا أرض ولا ماء ولا بحر ولا جن ولا ملك ولا إنسان ولا حشرات ولا فيران ولا الفعاء ولا حمير ولا بقر ولا ربك واحد. كان ولم يكن شيء، كان ولم يكن شيء، فأوجد الشيء فأزال الشيء فيعيد الشيء. أتكفرون؟ كيف تكفرون لو كنتم أمواتا ما كاينينش، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يدخل. هو سبحانه يقول: أين الملوك؟ يا الهضرة كي دايرة يا مباشرة الملوك، مباشرة الملوك، مالك يوم الدين اللي بغى ينزعوا بالملك. أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الأكاسرة؟ أين أبناء الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين أبناء القياصرة؟ أين الأباطرة؟ أين أبناء الأباطرة؟ أين الذين أكلوا خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فلا يجيبه أحد. شكون جاوب؟ كل شيء روح. شكون جاوب؟ كل شيء روح، كل شيء مشى. ألقى المالك مالك يوم الدين، ثم يعود فيسأل: أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ سيدي ربي راه عارف اللي ما بقى حد، ولكن يخاطب الدنيا التي خلقها فأفناها. أنا خلقتك وتولي تكبر وتسبني وتبقى تزعق على الشرع نتاع ربي وتخترق الحرمة نتاع رمضان اللي فرض عليك ربي، انت يا القشيدة يا الناموسة، تحقير صغير. شكنت؟ 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 أسيدي وليت غول، أسيدي سبحان الله سبحان الله. أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الأكاسرة؟ أين
لمن الملك؟ فلا يجيبه. وفي الثالثة يجيب ذاته العلية بذاته: سبحانك رب سبحانك. فحينما يقول لمن الملك اليوم؟ ملك يوم الدين، يوم ذاك النهار، ذلك اليوم الحق، مع الأيامات ديال البطل، أيامات يغلب فيهم البطل. لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه: لله، لله الواحد، واحد في ذاته في صفاته، القهار الذي قهر بالموت سائر المخلوقات. وهنا تتحقق صفة البقاء لله تعالى، الباقي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تحقق صفة البقاء هنا حينما لا يبقى مخلوق على وجه البصير، فيشاء ربك أن يعيد الأربعة إلى الحياة: ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل، ويأمر إسرافيل الآن بالنفخ للنشور والحشر، للخروج من المقبرة وعودة الروح والحشر إلى أرض بيضاء كقرص نقي، يخرجون حفاة عراة غرلا للعرض على الملك في يوم الدين. هنا أستمع إلى دقات الساعة تقول: لقد أتعبت المصلين في رمضان وعطلت عليهم، ارجع ارجع، غفر الله لك، ارجع. هذا إعلان ندعو جميع المسلمين للمساهمة في بناء دار القرآن الكريم بمسجد البقيع، فارجف الله بما جاد الله عليكم قدر المستطاع. كان هنا الإمام ديال مسجد البقيع هو السي أحمد مباركي، وكان التليفون ديالو هنا، وكان الإخوان اللي بغيتوا تتصلوا بهم ها هما هنايا. وانا تمنيت لو كان هاد الاخوان لو كان جاو شي وحده منهم ويوقفوا ويجمعوا، ما يضلوش عاده، لان شكون اللي غادي يجي يدور عليك؟ غير يخرجوا منا بالجامع اضرب الحديد ما حدو سخون، ارواحوا وقفوا لهي باش حنا تعاونونا على طاعه ربي. كي نجي واخا بنادم يكون غادي يشوفكم يشوف الناس يدير يدفعوا باش يعطي حتى واحد 20 دور ويساهم حتى هو، اما ما تجيوش غير هكذا ارواحوا ارواحوا. يا اصحاب مسجد البقيع اللي راكم تبنيو المدرسه، يجي واحد الزوج ويحضروا هنايا وكنكملوا التراويح، يخرجوا برا ايوا ويجيو يديروا شي اخر، والناس ان شاء الله ستنفق باذن الله تعالى. بالنسبه للجامع يعني المسجد، قالوا لي شي اخوان هما الصبابط يمشيو والنعايل يمشيو، اللي مني نرفد النعاله ديالو ويشوف مزيان في الكتانه واش يدي ديالو ولا ماشي ديالو، زعما غير يشوف واش راه يجي يدي لك حلاوه يشوف. هذه وحدة. وثانيا قلنا لكم الله يرحم والديكم، ديروا النعايل في الميكات، راه الوسخ يعمر ذوك الاخر، راه هذا بيت الله وبيت الله يبغي النظافة، راه معمر في ماء التراب. هذه الثانية. والثالثة، وعلى عدد نتاع الناس راه كاينة لجنة نتاع المسجد هي اللي كتقوم كاع المسائل اللي كتعمل المسجد، ولكن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل مرة تمشي لنا حاجة، المفتاح نتاع النساء مشى، ما صرناش باش نحلوا النساء. اش لا الصوالح راه ما بقيتش انا نفهم هذا الشيء. البيبان هذيك المره المراه، انا نقول الكلام اللي قالت المراه، قالت لك راه الباب غادي يتهرس وراه كذا، والبيدو مشى والنعاله مشى، هذا بيت الله وهذا رمضان وهذا الصائمين وهذا. قال لك واحد النهار واحد الفقيه دار واحد الدرس، كل شيء الناس بقات تبكي منين الناس صاب النعاله ديالو مشات، قال لهم فين مشات نعالتي؟ كاع الناس تبكي والنعاله تمشي ديال الفقيه، كل شيء الناس تبكي ونعاله الفقيه مشات، مشى بالحفا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تبكيوش وما تديوش النعالة، خير ما تبكيو وتديو له الجلابة. إوا مفتاح مشى، وذيك النهار مفتاح أخر مشى، حنا كاع ما نبغوش نهضروا على هذا الشيء كاع، نقولوا هذا رمضان ربما طاح، ربما ربما طاح، ربما أنا ما نظنوش باللي المسلمين تاع الصايمين غادي يديو مفتاح، يديروا مفتاح. إلا داو مفتاح ما يقول لي أنا ذاك إبليس، يقول لي شو
غادي غير يمشي ويولي يديهم جايين. انا خدام عند واحد يسب بزاف سيدي ربي. ايوا انت تخدم عند اللي يسب سيدي ربي واش غادي نقول لك؟ راك خدام. الا سب سيدي ربي وما سمعتش ما سمعتش، والا سمعت الغالو ولا يمنعنك كونك تعمل عنده ان تنصحه. سمع سيدي ربي يسب وتسكت، قول له يا اخي يا اخي واش دق على سيدي ربي؟ سبني انا معليش، سب لا ما سيدي ربي كاع وليدي. ومنين تسب سيدي ربي في رمضان ما بقيتش كاع مسلم، صيامك مشى وصلاتك مشى وعبادتك مشى وكل شيء لك مشى، كنت تموت ضرك تمشي ديريكت مع فرعون. اوليدي الله يهديك، ولا ما كانش يسمع لك تقول له واحد المره، ولا ما قدرتش تقول له شوف شي ناس اللي يقدروا يقولوا له يقولوا له. المهم ما تبقاش تبقاش دائما ساكت، هو يسب ربي وانت ساكت، هو غداك يتلقى يقول لك يسبوني حذاك وانا عبدك. يا خويا قال لك انا نعرق بزاف بسبب الكهرباء، واش ما يمكن لكمش تسووا لنا شي مصابيح؟ قال لا ربي راه جاوبكم، راهم شي مؤمنين جاوا داروا لكم دوروا لكم كل شيء، دوروا لكم بهذاك شتوه ذوك فرفارات الكهرباء ورحنا نبردوكم نسخنوكم منه ونبردوكم منه بارد وسخون. هذه وحده. وثانيا اللي نفرض ان شاء الله راه كاين ظلام وراكم سخونين وعرقانين، والله سيدي الا كان فيهم واحد اللذه ديال سيدي ربي. شوف الحاجه نتاع الطاعه نتاع سيدي ربي فيها لذه، بصح اللي يكون يشوف لها غير لذاك الجهه واش يقول؟ كون كنت تعرق لقيت اللي تفرج في القهوه البارصة كاع ما تقولهاش وعرق وزقا ما تنوض ما والو اربع سوايع، اما الا مشاو للبينالتيات وطالت الله واحد ما ينوضها واخا كاع يزحموا البول غير يطرطق وما يمشيش للمرحاض. وحنا جامع وراك تعرق في سبيل الله، والحاجه اللي ديال سبيل الله تتذوقها وتتلذذ بها كاع ما تحس بها كاع. تقول لي بقاو يزقوا الحمان كذا، شو راه الحمان يا وليدي؟ هذه رحمه ربي واش من حمان يا وليدي؟ خليني هنا انا 700 عام كاع شنو الحمان؟ ولكن الحمد لله غادي نبقاو نطفيو الا بغيتو كل شيء نظلموها كاع ونشعل هذيك الوقيته اللي داو المفتاح وروح تشوف. عاد نبقاو نقولوا شكون فيكم يعرف علم الفرائض القسمه ديال التركه؟ شكون قال باش نسقسيه منين يخرجوا يستناني؟ الله قال لك غادي يجي واحد الوقيته نتاع علامات الساعه انه يموت الميت ويخلي التركه وما يصيبش اللي يقسمها. وراني كندور السؤال عطاوني سيمانه يا انا ما نعرفش، وراني ندور على اللي باش نجاوب باش نرد عليهم. في شكون فيكم اللي يعرف انا الفرائض؟ شوف الجامع عامر يجاوبني شي واحد، شكون هو؟ انت ان شاء الله غادي تستناني الله يرحم والديك كي نخرجوا بالمسجد الله يحفظك. انا عندي 23 عام، بنت عندي 23 عام مسحوره. مر علي من السحر ايام لا اتمناها، لا احد صدري لا استطيع البقاء في يعني كيف ضيق صدرها في الدار وما تقدر تجلس لا في الدار لا ولا مسكين مهجه كتقول لكم ادعيوا معايا الله يا ربي تشافيها يا ربي. هاد الناس اللي كيديروا هالخدمه ما يشوفوش وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انت خصك تعرفي بلا السحر ما عند مدى لا ما يدير ان شاء الله. قوي صلتك بالله اذكري الله وربي سبحانه غادي يجعل لك هذا الشيء كل شيء جهاد في سبيل الله ويعطيك اجر ويرفع لك الدرجات ويسعدك سعداتك سعداتك، وراك كتجي للجامع وصابره وثابته. هذا الشيء كل شيء يدخرك الله تعالى يوم القيامه. هذه الاخيره ان شاء الله. واحد المره بغات ولادها هذه المراه باش يصلي ولكن ما تيبغيوش يصلي وتيتخاصموا ويقولوا لها صلي غير انتيا ويعايروها بزاف بسبب الصلاه اللي كديهم لها، والمسجد قريب لهم وهي دائما معهم في المشاكل والصلاه على الراس لكن بدون جدوى. ابوهم ما يديهاش كاع فيهم ما يقول لهمش، وفتلي ولي عليا يقول لها خلي عليك وترانكيل ديها في راسك انتيا. هي مسكينه صايبه روحها للمراه ما بين الوليدات اللي ما يصلي وما والو والبين اللي ما يعاونهاش، كتقول لكم دعيوا مع الله تعالى باش يرد وليداتها. الله يرد وليداتها الخير، الله يجعل سيدي ربي يجيبهم للمسجد، الله يحبب لهم الايمان.
والوليدات المسلمين اجمعين. وهذا الراجل ديالك الله يهديه والله يجعل سيدي ربي يعاونك يوفقه باش يعاونك. وصلى الله على حبيبنا محمد، واستسمحكم على هذه الإطالة.